عمري 14 سنة كنت فوت على السباق أنا وخي وخي كنا نركب بالأساس بالسباق. خمسين سنة من المجال كان عمري 12 سنة أكدت أطلع حتى ما جيت من السباق. ميدان الخيل عم يتغير مثل ما عم تتغير أحوال البلد. العالم زهقت شوي لأنه صار فيه شوية عوانطة. هلو فيت مليان بدار صادر. أنا من جامعة اللي بآمر بكل شوط. حتى اللي 30,000 20,000 مهم أنه سبق ما بياخد مني. أنا بياخد مني. مين بيربح؟ يعني مين فكرك كلمة أنه مين فكرك هون بيربح؟ هذا السؤال اللي هو السؤال التقليدي. مين بيربح هون؟ مين بيجي معه تاني؟ كيف بتعطى مخدرات؟ هيدي لعبة السبق. يعني الواحد ما في يتركها.